السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. جيتكم اليوم بفيديو جديد كفكره كيفاش نصاوبوا هاد الكمامات هادو في البيت ديالنا، او الماسكات الطبيه بمكونات في الدار. يعني ما تستدعيكش انك تمشي تاخذيهم، ما بقاوش والناس تيقلبوا عليهم ما لقاوهمش. وهذا الفيديو هذا درته تحت طلب الناس، عيطوا لي وقالوا لي نعافك لما وجديهم لينا. المهم انا خدمت هذا الماسك، هذا غنوريكم الطريقه ديالو كيفاش تخدموه. اللي خليت لي هذه الفتحه هذه فين وضعت فيه كلينيكس او ورق نشاف باش نزيدوا من الاحتياط ديالنا. خدمته بهذا التوب هذا اللي نقدروا نصلحوه وكيقدر يتعقم، وان شاء الله نخليكم مع الفيديو ويكون فيديو مفيد. وكندعوكم كاملين باش تاخذوا الحيطه والحاضر ديالكم قبل هذا الفيروس هذا ديال كورونا. الله ينجينا ونجيكم يا رب العالمين، ونخليكم مع الفيديو. غدا نحتاج واحد توب ديال بوبلين اللي يكون ديال القطن باش نقدروا نصلحوه، لاننا هادو غنبقاو نستعملوهم يتصبنوا ونعاودو نحددوهم بالمصلوح باش يتعقموا كتر. غنحتاج هاد الطرف هذا اللي غيكون في العبار ديالو تقريبا 35 في الطول ديالو. بالنسبه للعرض غناخدو فيه 20 سنتيم، طول 35، العرض 20 سنتيم. غنحتاج لاستيك اللي غيكون العبار ديالو غيكون تقريبا ما بين 18 حتى 20 سنتيم، تخصونا جوج. اللي عندها الماكينة تخدم بالماكينة، اللي ما عندهاش الماكينة راه بإبرة وخيط تقدر تخدم هاد الماسك هذا. فأنا التوب خديته تنيته على جوج كيف كتشوفوا معايا. غنجي لهاد الجهة المقابلة لهاد البلاصة اللي متنية هنايا، غناخد سنتيم وغنعبر، غنطراسي 5 سنتيم هنا وهنا كذلك 5 سنتيم. غتبقى لي هنا الوسط 10 سنتيم. ها هي غنجيب الماكينة غنخيط هنا ونخيط هنا. غنمشي تلف نحدد 5 نعاود نخيط الجهة الأخرى. خيط هاد الجنب هذا، خيط هاد الجنب هذا وخليت الوسط ما خيطتوش. غناخد التوب، هاد الخياطه هادي غتجيني في النص في المنتصف. غنجيب المصلوح وغناخد هاد البلاصه هادي غنصلحها باش تولي ليا على جوج تنيات، يعني تولي ليا مطويه. لان هاد البلاصه هادي انا غنوريكم اشنو غادي علاش غادي يطلق. نصلحها مزيان بالمصلوح، هاد الشكل هذا. غادي نجيب لاستيك وغندخلو من هاد البلاصه هادي اللي بقات لي خاويه هنا، غيدخل هنا لداخل.
غندوز عليه بالماكينه من هنا ومن هذا القنج هذا. غندوز بالخياطه حتى نوصل لهاد الراس ونجبد فيه لاستيك الاخر. نفس العمليه نعاودها في الجنب الاخر. نقلب التوب نقلب التوب على هذا الشكل هذا. غادي نجيب مصلوح نعاود ندوز عليه. ندوز عليه وغادي نجي غندير على هذا الشكل هذا من الداخل. غندوز عليه بالماكينه كيف ما كتشوفوا معايا من هاد الجهه ومن هاد الجهه، يعني الجهه اللي لداخل هنا. نجي تاني للجهة الأخرى على هذا الشكل هذا. غنجي للجهة الأخرى حتى هي ومثال. الشكل هذا غنجيب تاني المصلوح
دوز عليه. عاود رجع الماكينه هاد الجنب هاد الفوقيني هاد الجهه الفوقينيه هادي ماشي الدخلينيه الجهه الفوقينيه غندوز على حسايب الماكينه غير بشويه غير شويه ما ناخذش فيه الخياطه بزاف نعاود الجهه الاخرى ثاني وهنا غنكون ساليت الكمامه اللي صوبت معاكم. بالنسبه لهاد الفتحه هادي انا غنوريكم شنو غادي نديرو فيها. فهاد الفتحه هادي اللي خليت انا هنا لداخل كنوضعوا فيها كلينكس باش نزيدوا الاحتياطات ديالنا ونزيدوا السلامه ديالنا اكثر. على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. من بعد ما كنساليو الاستعمال ديالنا من هاد هاد الماسك هذا الماسك الطبي كنصبنوه بالصابون مزيان نعقموه نشروه في الشمس ونزيدو عليه كذلك في التعقيم ديالو اننا نصلحوه بالمصلوح وكيكون نكون انني كملت الماسك ديالي كيف ما كتشوفوا. نتمنى نكون فدتكم وكنقول لكم من هذا الفيديو هذا يدا في يد هاشتاغ ابقى في دارك.